رفع الإسلام من قيمة المرأة ومنزلتها، وفي كتابه العزيز ذكر الله سبحانه وتعالى نساء كثيرات في آيات بينات من الذكر الحكيم، فكانت قصصهن عبرة للسائلين وأولي الألباب. حواء هي أول أنثى من البشر وأم الإنسانية جمعاء، ورد ذكرها في قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. لم يذكر اسمها صراحة في القرآن الكريم، وورد في الحديث النبوي الشريف، وسميت حواء لأنها خلقت من شيء حي وهو ضلع آدم عليه السلام. امرأة نوح وامرأة لوط كانتا من النساء المشركات، ولم تؤمن أي منهما بما أنزله الله على زوجيهما النبيين نوح ولوط عليهما السلام، فكانت نتيجة تكذيبهما أن هلكتا في الدنيا والآخرة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. سارة زوجة نبي الله إبراهيم صبرت مع زوجها على تأخر الإنجاب، فرزقها الله بمعجزة منه وقد بلغ من الكبر عتية، بابن بار هو النبي إسحاق عليه السلام. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. هاجر أم العدنانيين زوجة إبراهيم عليه السلام وأم النبي إسماعيل عليه السلام، هاجرت مع زوجها إلى وادي مكة عند البيت الحرام، وكان حينها قفراء، وبأمر من الله تعالى تركها إبراهيم برفقة ابنها إسماعيل عليهما السلام، فصبرت ولم تعترض على حكم الله ليمدها الله بالمعجزات ويفجر عين زمزم، لتبدأ الحياة بمكة وتصير مهدا لديانة التوحيد والإسلام الذي من أجله بعث البشر. ومن نسل ابنها إسماعيل جاء العرب العدنانيون الذين يتحدر منهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا إني أسكن
أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بلقيس ملكة سبأ عاصرت النبي سليمان عليه السلام، وكان قومها يعبدون الشمس من دون الله. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فأمرهم سليمان عليه السلام بأن يأتوا إليه مسلمين، فإن رفضوا فسيرسل إليهم بجنود لم يروا مثلها من قبل. ولما علمت بلقيس بذلك قررت الذهاب ومعها أشراف قومها إلى سليمان لتستمع إليه. ولما علم نبي الله بقدومها فسأل الإنس والجن عمن يستطيع أن يحضر له عرشها قبل وصولها إليه، فأتاه به الذي عنده علم من الكتاب قبل أن يغمض جفنه، وكانت تلك المعجزة سببا في إسلام بلقيس وقومها. أم نبي الله موسى، لم يذكر القرآن الكريم اسمها صراحة، وكانت مثلا في الامتثال لأمر الله عز وجل وحسن ظنها بوعده. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. امرأة فرعون اسمها آسيا بنت مزاحم، وكانت امرأة مؤمنة صالحة رغم أن زوجها فرعون كان من الطغاة المتجبرين. لم يكن لها ولد، فقامت برعاية نبي الله موسى عليه السلام في قصرها، فلما جاء برسالته آمنت به وصدقته، فأمر فرعون بقتلها إن لم ترجع عن إيمانها، فتمسكت بإيمانها واستشهدت، فوعدها الله تعالى بالجنة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ
قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. امرأة عمران والدة مريم الصديقة، وكانت سيدة مؤمنة طائعة خاشعة، نشأت في بيت عبادة وطهر. تزوجت عمران ورزقهما الله مريم وقد تقدم بهما العمر، فكانت هدية منه على صبرهما وعبادتهما وعدم يأسهما من رحمة الله تعالى. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. مريم الصديقة هي الوحيدة التي جاء اسمها صريحا في القرآن الكريم، اصطفاها المولى عز وجل لتكون أم نبيه عيسى عليه السلام، ولم يمسسها بشر، وجعل في كتابه العزيز سورة باسمها إكراما لها، ولتكون نبراسا للمهتدين وموعظة للمشككين في قصة خلق عيسى عليه السلام. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومن النساء المذكورات في القرآن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهن خديجة وأم حبيبة وعائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن وأرضاهن، كما ذكرت الصحابية الجليلة خولة بنت ثعلبة التي اشتكت أمر زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وذكرت زوجة أبي لهب وهي أم جميل التي نزلت فيها هي وزوجها سورة المسد، وتوعدهما الله بعذاب أليم، ووصفت في القرآن الكريم بحمالة الحطب.